الصفحة الرسمية بتاع الدورة أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية في صفحة رسمية كده حطت محمد عبد المنعم وعلي معلول واعتبرتهم ثنائي من ذهب سمتهم كده ثنائية من ذهب تحلق في سماء قارة إفريقيا علي معلول اللي بيعمل الأوفر ومحمد عبد المنعم اللي بيخلص الجول اعتبرتهم ثنائية من ذهب تحلق في السماء الإفريقية. آه طبعا وسام ابو علي مقدم مستويات رائعه جدا مع النادي الاهلي آه والجول اللي جابه جون يا جماعه جول اللي كدا الجول, الجول اللي جابه هاتولي مب... كده الجول ده ثاني الجول اللي جابه الجول بديع من اول لمسه امام عاشور يعني مش بس في ال... في الفينش اللي عمله وسام ابو علي وفينش الحقيقه يعني يعني ما... لا انا عايز من اول امام عاشور لا مش عايز من الرفعه من اول امام عاشور الباص بتاع امام عاشور يا جماعه باص غير طبيعي غير طبيعي يعني انا لكم زي بتاع الباسكت كده بتاع الباسكت يوم يعني يعني باصص لك كده وعامل الكوره كده هو امام عاشور عمل كده بالظبط زي بتاع الباسكت ضحك علينا كلنا يعني لعلي معلول علي معلول يا دوب سند ورفع فورا لمح جاي من تحت أه أه وسام ابو علي وسام ابو علي حطها يعني بوش رجله كده وهو طاير الحقيقه في البعيده في المقص الشمال لحارس مرمى مازامبي جول جملة تدرس بصراحة يعني فيها تفاهم وفيها تفاهم كبير جدا 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 من هذا الثلاثي علشان كده فراس بهلال الامين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تحدث يعني واعرب عن سعادته كبيرة جدا بـ بـ بالمستوى اللي بيقدمه وسام ابو علي مع النادي الاهلي وقال ان هو هيكون جزء من المنتخب الفلسطيني آه الفدائي بيسموه الفدائي طبعا هناك في الفلان الفدائي لان هو ما بيلعبش على الارض يعني المنتخب الوحيد اللي بيلعب يا عيني هنا وهنا 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 وبيقدم الحقيقه نتائج ومستويات رائعه جدا واخرها كاس امم اسيا. آه وقال ان كل الجمهور في فلسطين بيتابعه وانه سعادتهم زادت بعد انسان بشكل كبير في تاهل النادي الاهلي الى نهائي دوري ابطال آه افريقيا. من شويه كنت بكلمكم على العاب الصلاة وان في اخفاق ضخم جدا في الزمالك وده ملف محتاج يتفتح لكن هنقول ايه مش وقته لكن تعالى بقى في المقابل في النادي الاهلي نجاحات العاب الصالات ففي في احصائيات اتعملت شكلها ايه بقى بص النادي الاهلي في العاب الصالات عامل ايه في كره اليد للرجال الاهلي كسب دورة ابطال افريقيا وكسب كاس السوبر وكسب كاس السوبر الافريقي في كره اليد السيدات الاهلي كسب الدوري وكسب كاس مصر في كره السله رجال الاهلي حتى الان كسب كاس السوبر وكسب كاس المرتبط او دوري المرتبط في كاس السله سيدات الاهلي كسب كاس السوبر في الكره الطايره العلامه الكامله كاس السوبر بطل الدوري بطل كاس مصر بطل كاس افريقيا كره الطايره سيدات الاهلي كسب بطل كسب الدوري وكسب كاس مصر وكسب كاس السوبر تقريبا الاهلي حصد ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احداشر اتناشر خمستاشر خمسه عشر سته عشر بطوله في العاب الصلاه في موسم واحد الحقيقه ده شيء يحسب يعني لمجلس الاداره ويحسب ليه انا متذكر الله يرحمه لعمري فاروق الله يرحمه ويحسن اليه يعني كان معانا في مداخله واتكلم على كرة الصلاة وقال الموسم الجاي احنا رهنا نحصد كل حاجة يعني قال لي السنة اللي فاتت كده ان الموسم الجاي اللي هو ده رهنا نحصد كل حاجة في كل الالعاب الجماعية وده اللي حصل في العاب الصلاة الاهل تقريبا حاصد كل حاجة هذا الموسم وده نجاح كبير يحسب الحقيقة لمجلس الادارة بص بقى هنجون اهو هات كده بص امام عاشور بص 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 يا سلام يا سلام على الباص التاني سند بص بص ضحك علينا كلنا امام عاشور التاني سند السنده واحده وعلى طول لمح اللي جاي من تحت ده زي الصقر وسام ابو علي وحط الكوره يعني رائع جدا طبعا كل الناس زعت لكم الجول بتاع رونالدو احنا عندنا جون رونالدو ده كمان او تجيبوا له الجولين ورا فوق بعض كده رونالدو الظاهره كان جاب جول شبه ده بالظبط بتاع يعني يعني هو أبو عالي زي رونالدو لا انا ما بقولكش يا عم زيه يا عم رونالدو ده فيش حد زيه في التاريخ لكن يعني ما اقصدش لكن الجول من الاجوال اللي اللي العظيمه بتاعت رونالدو بص 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 الجول اللي تحت بتاع رونالدو ده طبعا ده رونالدو الظاهره البرازيليه ده كان كاس العالم 2002 وطبعا فوق الجول اللي فوق الجول بتاع وسام ابو علي نفس فكره الجول بالظبط ونفس الفينش عامل ازاي اللي هي الطيره اللي هي طار متر ولا مترين لقدام وعشان خاطر يلحق الكوره وحطها على طول بوش رجله صاروخ بص زي ما انت شايف كده على في الزاويه الشمال بس الفرق ان الجول اللي واقف في الجول بتاع رونالدو حاول مع الكوره لكن الجول بتاع مازيمبي زي ما انتم شايفين كده اكتفى بالمتابعه والاعجاب بالفينش اللي عمله وسام ابو علي جول الحقيقه ممتع وجميل ومن الاجوال اللي, اللي صعب انها تتنسي الحقيقه في كره القدم هطلع فاصل سريع هنتابع عدد من التقارير ثم نلتقي في الفقره المقبله مع نجومنا كابتن محمد عبد الجليل وزميلنا نقد الرياضي الاستاذ بليغ ابو حيد